أيمن، أيمون. إيه؟ إيه ده؟ عايز إيه؟ بقول لك إيه؟ أنت تعرف تضرب إمضة بابا؟ ده أنا أعرف أضرب بابا ذات نفسه، أنت متخلف يالا، أنا ما يهمنيش حد. بعدين إمضة إيه؟ أنت هتمضيه على إيه؟ هتبيعه إيه؟ وحيلته حاجة؟ يا عم مش هنبيعه حاجة. أمال إيه؟ هنمضيه على وصولات أمانة ونرفع عليه قضية حجر ونقول أبوك بقى متخلف عقلياً ونتفضح في الشوارع؟ لا لا يا عم الكلام ده، أصل النتيجة بتاعتي طلعت. طب مبروك، افرح. مفرح إيه يا عم؟ أنا جاي مول حق. في إيه؟ في الإنجليزي. جبت كام يعني؟ بلاش. قول يا. جبت 15 من 50. جبت 15؟ 15 درجة؟ وزعلان؟ ده مين المتخلف اللي قالك إن أنت سقطت؟ أنت علامي، ده أنا جايب نص. جد؟ والله نص في الإنجليزي من 50. افرح يالا، أنت ناجح، متخليش حد يضحك عليك. ولا أنت سقطت في حاجة تاني؟ سقطت في إيه؟ العربي والعلوم وتقريبا الدراسات. أمال نجحت في الرسم؟ أنت متخلف يالا؟ امشي يلا اطلع بره الاوضه، انا عايز واحد ناجح قاعد جنبي افتخر بيه. مش اطلع بره يا ساقط يا كلب. طب اقف جنبي. اقف جنبك ايه يا ساقط؟ انا عايز واحد ناجح افتخر بيه في الاوضه هنا. ايه ده؟ طب انت يعني اقف جنبي يعني. عايز ايه يعني؟ عايزك تضرب الامتى. اضرب لك امتى ابوك؟ اه. طب روح خلي ابوك يمضي لك على اي حاجه وهاتها وانا اضربها. يعني يلا. تخلف صحيح، الساقط الفاشل العره. صباح الفل يا احلى حاجه حلواني، احلى إيه؟ كوبايه شاي تعدل مزاجك بقى. برافو عليك يا لهوي، برافو. الشاي جه في وقته يا علوة، انت مخك عاجبني قوي. كشري. الله، اتفضل بقى امضي لي هنا باستلام كوبايه الشاي. هتزل لنا عشان جايب لي شاي؟ ها؟ هتزل لنا عشان جايب لي شاي؟ مش هشرب الشاي ومش عاوز حاجه ومفيش امضه ولا نيل. مش القصد يا حاج. طب خلاص، طب امضي لي بان انت ما استلمتش كوبايه الشاي. خد الشاي وامشي واتكل على الله، مش عايز حاجه. استغليني الواد. الله العظيم. بقول لك ايه يا حاج، عايز حاجه من تحت البيت؟ وانا مش عايز حاجه من خلقتك، اتكل على الله. طب اتفضل بقى امضي لي هنا بان انت مش عايز حاجه من تحت. تعيط هنا بقى، انت ايه حكايتك بقى؟ نازل تلف عليا وتبرم من الصبح وامضي امضي امضي، ايه اللي حكايتك؟ انت عايز تورث كل املاكي؟ انت حيلتك حاجه. لا، امال عايز نمضي على ايه؟ ها؟ اعترف انت، كونفس. افس؟ مش كونفس يعني اعترف بالانجليزي. اصل النتيجه بتاعتي طلعت وانا جبت ملحق في الانجليزي. ربي، ملحق في الانجليزي؟ تدخل على باباك بملحق؟ منك لله. ايه يابا؟ بتزعل ايه يابا؟ صوتك جاب اخر القريه ليه؟ شوف اخوك بدل ما يدخل عليا بكيلو لحمه كيلو فاكهه جايب لي ملحق. انت متخلف يا ابني، ما قلت لك ما سقطتش، بتقول له ليه؟ ما سقطش يابا. لا، ده ملحق في الانجليزي. ده جايب 15 درجه من 50، يعني عمل 15 حاجه صح من 50 حاجه غلط. يعني الله. يفرح يابا. بسم الله ما شاء الله، ال 15 صح. اه والله يابا، ده الواحد لما كان بيعمل حاجه واحده صح، حاجة واحدة صح، كان يمشي في المدرسة كده ايه دماغه مرفوعة فوق. لحد احنا كنا بنهرب من الفرحة يابا، بننط من السور نهرب. اه يعني هو ما غلطش؟ لا، كنا نروح نقعد على القهوة يابا. اه ونشرب شيشة وياخد حقنة ماكس بقى، حقنة في الوليد، ياخدها كده وايه ويرجع الحصة اللي بعديها. يعني انت شايف ان الولد اخوك كده كويس؟ ده جميل حبيبي. ده اي في ايه يا بابا؟ حضرتك بتتف على الاولاد ليه؟ البيه يا ست هانم جايب لي ملحق في الانجليزي. شردنا بقى شردنا، قول لحد يخش تقول له ان انا جبت زفت ملحق. علولي، ازاي تجيب ملحق في الانجليش حبيبي؟ ليه ما قلتليش اذاكر لك؟ انت مش عارف ان انا بيرفكت في الانجليش؟ اهو بقى اللي حصل. وبعدين يا جماعه انتوا مكبرين ليه الموضوع؟ ده امتحان شهر، يعني حاجه عاديه. خلاص يا بابا، نو بروبلم، انا هحل الموضوع ده. بصي يا علولي، انا هوديك لميس بتاعت انجليش، اعظم ميس بتاعت انجليش في الدنيا كلها، جميله بيرفكت في الانجليش، تتكلم انجليزي احسن من الامريكان نفسهم واحسن من البريتش كمان. هي اللي علمتني اتكلم. شفت انا انجليش بتاعي جميل ازاي؟ شفت الاكسنت بتاعتي مظبوطه ازاي؟ انا بقى شاربه كل ده منها، شاربه منها كمان الشياكه والاناقه والرقه. ست جميله جميله. فاكر يا بابا ميس كوثر؟ اه، دي خلتنا كلنا بيرفكت. دي ده اوباما كان بياخد عندها دروس.
هي بتتكلم انجليش احسن من اوباما يا بابا. عم لؤي، ازيك يا عم لؤي؟ وحشني جدا. انت مش فاكرني؟ لا والله يا بنتي مش واخد بالي الحقيقه. انا لهفه بتاعت ثالثه ثالث. يا ولا افتكر مين ولا مين، ده انا بيعدي عليا اجيال يا بنتي. انا هفكرك يا عم لؤي، فاكر البنت اللي ظبطتها بتشرب سجاير في الحمام؟ دي علا صاحبتي. فاكر بقى البنت اللي كانت واقفه جنبها عماله تتحايل عليك يا عم لؤي من فضلك ما تودياش عند المديره بتفرتين كده وعسوله؟ دي امل صاحبه علا اللي انت ظبطتها بتنط من على السور هي ومها، مها التخينه اللي هي كانت لابسه حجابه وفكته. احنا جيل مذبذب والله يا عم لؤي، عندك حق ما تفتكرش. افتكرتني بقى ولا لا؟ انا لهفه بتاعت ثالثه ثالث. المهم انت حضرتك عاوزه ايه بالظبط؟ انا كنت عايزه مس كوثر. مس كوثر؟ يا دي سابت المدرسه من زمان يا بنتي. طب ما تعرفش راحت فين؟ لا والله. بس انا ممكن اديك عنوانها. طيب يا ريت، شكرا. هو ازاي ما افتكرنيش؟ ده انا كنت اكتر بنت بوبيلر في المدرسه، كنت مشهوره جدا. السن برضك عليه عامل، الراجل كبر. مس كوثر وحش الانجليزي، انا قلت هي دي اللي هتجيب من الاخر. السلام عليكم. انا نسيت ان هنا انجلش بس. جود مورنينج يا شيلدرن. جود مورنينج ميس لهفه. جود مورنينج ميس لهفه. جود مورنينج يا حبايبي، اتفضلوا. سيت داون سيت داون. حبوبي فين ميس كوثر؟ اي دازنت نو. اوه لا، انت لازم تفضل قاعد هنا بقى مع ميس كوثر وتركز كويس قوي لان الجرامر بتاعك مش مظبط. انا هدور عليها بنفسي. هلو حبايبي. سوري. ما شاء الله، حتى وميس كوثر مش موجوده مركزين كلهم. اقول لك ايه، فين ميس كوثر؟ خش هنا هتلاقيها جوه. اوكي ميس كوثر. سوري سوري سوري. افتح الباب بقى ده ولا ايه؟ ميس كوثر. اوه سوري حبايبي، يلا كملوا مذاكره. ميس كوثر؟ لا سوري، انا كنت بدور على ميس كوثر. ميس كوثر. هاي هاي ميس كوثر. هو ار يو؟ انا لهفه يا ميس كوثر. لهفه؟ حضرتك عملتي لي ديبريشن فظيع، ازاي مش فاكراني؟ لهفه يا ميس كوثر اللي كنت كل يوم بتمشيني وانت حاطه لي ستار هنا عشان كنت بعمل الهوم ورك بتاعي. يا دوجه يا بادة يا أنيمالة. الله يا ميس كوثر، فكرتيني بالإنجليش الجميل بتاعك. تاء التأنيس مش موجودة في الإنجليزي، إحنا هنضيفها عشان معتزين بلغتنا العربية. برافو عليكي إنك فاكرة. You remember good good. إيه رأيك فيا؟ بسم الله ما شاء الله، حضرتك ما تغيرتيش خالص عن زمان، بتحلوي كمان ومهتمية بأناقتك وشيكتك تمام يعني. طبعا طبعا، انت نسيتي الرولز بتاع ميس كوثر ولا ايه؟ I live for myself, my life for myself. مش زي بقية الستات اللي تتوضب وتتمكيج وتلبس وتتوضب ساعة ما تكون هتتخطب او تتجوز، واول ما تتطلق تتبهدل. الطلاق يعني ايه بالانجليزي؟ ديفورس. الديفورس عندي بقى انطلاق مش طلاق. هو حضرتك اتجوزتي واتطلقتي؟ ايه ده؟ Are you crazy؟ معقولة في حد يتجوزني ويسيبني؟ هو ما جاش من أصله. ربنا يستر عليا بقى بإذن الله. قولي لي بقى، إيه أخبار الآرتس معاكي؟ لسه بتحبي التمثيل والغنى؟ طبعًا طبعًا يا ميس كوثر، ده التمثيل والغنى ده في دمي. أنا دلوقتي كمان بقيت فنانة بروفيشنال. إيه ده؟ ما شفتلكيش حاجة يعني؟ يمكن بقى عشان وقت حضرتك يعني مشغولة وكده، مش سامح تتفرجي على كل الأعمال. على رأيك، أتمنى تكوني مفيش فرجات عشان تقطفي الملوخية ونطلع بره. يلا طبعًا لسه. أهلًا 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 أهلًا. ياه ولا زمان يا يانج تشيكن، اي ميس يو سو ماتش. وحشني كلام حضرتك ودلع حضرتك الجميل. قولي لي اخبار علا صاحبتك ايه؟ والله يا علا بقالي كتير يعني ما بكلمهاش، بس اخر حاجه سمعتها عنها ان هي اتجوزت وسافرت
سافرت فين؟ الكويت. الكويت اه. الكويت؟ اه. لما البلية جريت معاها ما دفعتليش ليه ثمن الحصة الأخيرة بنت الشوز؟ مش عارفة والله يا مس كوثر. إيه اللي أنت كاتبه ده؟ اللي إحنا عايزينها بي بي مش بي 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 بي. عايزة الورقة تطير بي بي. أيوة كده. يلا سمعيهم بقى أغنية من اللي محفظها لك وانتي صغيرة يا لهف. I have two eyes and I can see. ايه ده مين اللي سرق سيجارة من هنا؟ ها؟ انتوا يا كلبة يا حرامية. طب انا هفتشكوا واحد واحد قبل ما تمشوا. يلا بي بي صفر بي. تعالي يا لهفة يلا قطفي الملوخية وخلصيني. يلا حاضر. حبيبتي تعالي حاضر. تعالي. I have two eyes and I can see. ويلكم لهفة ويلكم لهفة. ده انتي عملتي سترونج لايت في المكان ملايطة المكان كله الحقيقة. كل واحد يبص في البيبر بتاعته. على فكرة أنا سألت على حضرتك في المدرسة قالوا لي إنك سبتيها من زمان. ياه أنا سبتها من زمان قوي مش جايبة همها. أنا دلوقتي شغالة في الليسونز ليسونز ليسونز. ما أنا شايفة بسم الله ما شاء الله العدد كبير جدا. ذا نمبرز في الليمونز نمبر في الليمونز. بصراحة الأولاد يعني يجننوا ومركزين جدا جدا. قبل ما أدخل لحضرتك الكيتشن بسألهم عليكي راح عملوا لي كده يعني مركزين تنشن جدا. اسمها تنشن برضو اسمها أتراكشن أتراكشن. أيوة مظبوط أتراكشن أتراكشن للمذاكرة. إحنا زمن التعليم الجميل. الله. زمن التعليم الأصيل. دلوقتي البنت بتطلع ما بتعرفش تقول كلمتين ولا تدرس ولا تقول. إحنا بنأسس الحروف واضحة الاي اي والدي دي والبي بي والبي بي بي بي. صح مظبوط. انا بقى كنت طالبه من حضرتك خدمه. يا سلام ده انت تؤمري ده اوردر. انت فيري اكسبنسيف عليا وعارفه. ربنا يخليكي. وان دي وان. اخويا علوه اخويا الصغير جاب ملحق في الانجليش. يخص عليكي ازاي ازاي. والسنين اللي قعدت اعلمك فيها ما ذاكرتيلوش ليه؟ والله يا مس كوثر انا قلت له ليه قالوا لي ما خلتنيش اذاكر لك بس هو الظاهر خايف. لكن عامه يعني دي اكسيدنت جميله عشان اقابل حضرتك واطلب منك الطلب ده. ينفع بعد اذن حضرتك تيجي تدي له حصتين ثلاثه كده؟ اه اكسبنسيف والطلب تشيب. ما اقدرش ما اقدرش يا حبيبتي. انت زي ما انت شايفه النمبرز في الليمونز. ما اقدرش اسيب السنتر واجي البيت. طب يعني اجيبه لحضرتك؟ فروم ماي اي دي قبل الاي دي. انت تأمري يا جميله يانج تشيكن انت. ميرسي ميرسي مس كوثر جدا جدا. خلاص ام ويتنج هيم على احر من الفاير. خلاص ماشي. بقول لك ايه عايزه اكلمك في حاجه سكرت كده. اتفضلي. ها بلاش ترموا الايرز ناحيتي كل واحد يركز مفهوم؟